المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. كيف نخاف من الشرك؟ بدراسة التوحيد، بالعمل بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، أيضا بمعرفة الشرك حتى لا نقع فيه. لابد نتعلم ما هو الشرك حتى لا نقع فيه. لابد البعد عن الشرك، البعد عن المشركين، بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحييك وأن تكون وفاتك على التوحيد. وقسم الله سبحانه وتعالى كوي يا جوب الزما وكواه وركوي كوي واجي كجماعة وكواه كوي ردي واجي كجماعة وكزف وتواجي كجماعة. ولا بد أن ندعو للتوحيد. يقوم قرر لقط هما قرر يا بركوي وكتوحيد. ولا يمكن أن نرضى بالشرك. هاجوب جيم ويكو ومي سلامو أكون التوحيد نكوي واجي كجماعة.